جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، نحييكم بهذا الانطلاق وهذا التحدي، وهذا هو الشوط الخاص بالسودانيات في هذا المحلي العاشر في يوم الخميس 19 من شهر مارس لعام 2015 في فترة الصباحية لأشواطها المفتوحة. شوطنا الثالث للسودانيات، الثاني الشوط الثاني الخاص بالبكار، 8 كيلومترات مشاهدينا الأعزاء في هذا المساء الصباح الجميل وهذه الانطلاقات المميزة. في هذه اللحظات نتقدم بالتهاني والناموس لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني على فوز توق وعديم بالشوطين الماضيين في هذا الصباح الرئيسيين الخاصة بالسودانيات، والثانية لسيد عبد الهادي بن حمد بن هليل الغفراني المري على هذا التضمير وعلى هذا التألق الممتاز. أيها الحفل الكريم، على بركة الله نسير، وهذه السودانيات لها جمهورها ولها محبينها ولها عشاقها في رياضة الهجن العربية الأصيلة. مقدمة الشوط والمركز الأول، هذه عبلة في مقدمة الشوط لمعجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين، بينما المركز الثاني الله ثلاثي جميل، ثلاثي كبير، ثلاثي ذهبي، هنا مع زعزعة وهيبة ورمز، كلهن معروفات، كلهن سودانيات معروفات، كلهن على رؤوسهن الزعفران بشعارك يا عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني. هذه أولهن زعزعة، من تسبب الزعزعة في هذا الشوط لهذه السودانيات وهذه الذلل الأصايل؟ زعزعة لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراني، يقدم 3 أوراق رابحة في هذا الشوط، 3 أسهم معك يا بن هليل. المركز الثاني، المركز الثالث هيبة، وهذه راعية الشوط، وصلت هيبة راعية الشوط، وإنجازاتها لا تعد ولا تحصى على ميادين السباق. صاحبة عشر نقاط في هذا الموسم، 10 نقاط في هذا الموسم، تقريبا لم تذق الهزيمة في هذا الموسم. هيبة وصلت على المركز الثالث للسيد حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني المري. المركز الثاني من تسللت بدورها، أحد رموز هذه السودانيات، رمز قادمة بشعار السيد ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. الإخوان يشاركون ليتنافسون، متنافس شريف، منافسة شريفة، منافسة قوية في داخل الميدان، ولكنهم يبقون إخوان. يا سلام، الكل يبحث عن الفوز، الكل يطمح للفوز، الكل يطمح للناموس لأنه غاية الجميع. المركز الرابع هذه الغزيل، الغزيل أيضا أيضا ما شاء الله على رأسها علامة الجودة والزعفران، يعني هي في رصيدها الإنجازات، ولا بد أن حازت على 1/3 المراكز الفائزات على أشواط السيارات. هذه الغزيل لراشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. يلا يا بن حباب، روح يا بن حباب في شوط السودانيات في هذا المحلي العاشر هنا لكي تنطلق وتسجل هذه الذلول وهذه السودانية، أنها سوف تكون من اختتمت أشواط السودانيات في موسم 2014-2015. هذه الغزيل القادمة في المركز الرابع، المركز الخامس، ديروا بالكم، زعزع الموقفها خطير، تكون داعمة لرمز وهيبة في تواجدها في هذا المركز. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للـ5 مراكز، 5 مراكز صرح لنا لها بالنداء في تغطيتنا الإعلامية، ولكن بقيادة رمز، بقيادة رمز وقيادة هيبة ومتابعة أيضا الغزيل
وهنا من الجانب الآخر هذه المنطلقة، وهذه عبلة، عبلة بالمركز الرابع لمعجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخياري، ديروا بالكم. أيضا عبلة هنا موجودة، موجودة وتقول للجميع أنها متواجدة في هذا الصباح. عبلة للسيد معجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخياري، الكل منطلق، الكل مندفع. المركز الخامس، المركز الخامس، يا سلام، زعزعة قادمة على المركز الخامس. أشوف اللي تسللت، ندى على المركز الرابع أو في المركز الخامس، ندى هنا في المركز الخامس، أحمد بن محمد بن فهد الخاطر أيضا قادمة للمنافسة، قادمة للتواجد في أشواط السودانيات، أشواط لها جماهيرها، أشواط لها محبينها، متابعينها، هنا يشاهدون هذه الجماهير الغفيرة قدمت لمشاهدة هذه الذرة الأصايل، 8 كيلومترات يا أخواننا يا متابعين الأعزاء. انتصفت مسافة هذه الرحلة السير على الأقدام هناك على النهاية، ونلحق بركب المقدمة، ولكن هذه هيبة، يا هي هيبة يا أخواننا، ولها الهيبة ولها الاحترام ولها التقدير بتواجدها بإنجازاتها بشكلها الجميل، ما شاء الله تبارك الله، يا ذلول يا السلام، منطلقة في هذا الشوط. هذه هيبة لحسين بن عبد الهادي بن طالب بن هلية الغفراني، لابد أن يكون الشوط محسوما بتواجد هيبة، يا السلام. المركز الثاني، المركز الثاني، ولكن لا أمان، لا أمان في هذه في ميدان الشحانية، لا أمان إلا بعد خط نهاية. يا مالك هيبة وزعزعة ورمز أسماء كبيرة، الكل يعرف هذه الأسماء، الكل يعرف أن هذا الشعار يحتكر أشواط السودانيات دائما. عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هلير الغفراني، غزو من تغزو المراكز، غزو من قادمة بسرية كاملة لتغزو هذه المراكز. محمد بن عايد بن جبر العذب المري وفي المركز الرابع، الله يا المركز الرابع. هذه أيضا عبلة للسيد معجب بن محمد بن سعيد بن لجبع الخيارين، سوف يكون لها شأن في هذا الشوط. 3 كيلومترات، ننبهكم، ننوه، نذكر بأن المتبقي 3 كيلومترات. يا من توجه في هذه اللحظات وهذه الانطلاق. المركز الخامس، رمز وصلت على المركز الخامس، ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل، يا هي خطة مع بن هليل، قدم 3، واحدة بالمركز الثاني، واحدة بالمركز الثالث، واحدة بالمركز الخامس. الله يريد، يريد الفوز، يريد الناموس، يقدم 3 ورقات رابعة قوية باحثاً عن الفوز. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق للجميع في هذا الشوط. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط وأعود إلى غزوة من غزت المراكز مركز إلى مركز بشعارها الجميل، محمد بن عايد بن جابر العذبة. المركز الثاني زعزعة، اللي بتسوي زعزعة، زعزعة بتسوي لكم زعزعة عند الكيلومتر الأخير مع السودانيات. المركز الثاني، لكن المركز الثالث التركيز مع صاحبة الإنجازات، راعية الشوط، راعية الشوط، هذه البطلة، هذه البطلة الكبيرة، هذه البطلة الأسطورة، هيبة وصلت على المركز الثالث. هيبة تعود ملكيتها للسيد حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني، المنطلق على المركز الثالث بتقدم هيبة هنا بالمركز الثالث. المركز الرابع، وصلت الغزيل لراشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، أيضا ديروا بالكم. الله، أرحب بأحد أقطاب المنافسة، أرحب بأحد أقطاب المنافسة من المملكة العربية السعودية، هناك من ميدان الطائف قادمة حيلة، زيد بن أحمد بن زيد آل زيد الشريف، قادمة على المركز الخامس، أيضا هي صاحبة إنجازات ولا يستهان بأمرها. ولكن هناك، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى غزوة، غزوة، غزوة وزعزعة، معركة ثنائية تنضم إليهن ندى، تنضم إليهن الغزيل وهذه هيبة
بمتابعة رباعية بدأت تتقدم حيلة يا حيلة حيلة، ومن لديه حيلة فليحتار في هذا الشوط، فليخطط فليرتب للبحث عن الفوز. 1500 متر 1500 متر يا جماهير الأعزاء، يا هل ترى الشوط وين؟ الشوط وين؟ الناموس وين؟ الهدف هو الناموس، غاية الجميع هو الفوز، غاية الجميع هو الانتصار في شوط السودانيات في هذا اليوم. من يختتم هذا الموسم؟ من يختتم أشواط السودانيات في هذا الموسم، في نهاية هذا الموسم؟ الله الله الله، يا هيبة هيبة يا هيبة هيبة، بدأت تظهر في موقعها الصحيح، بدأت تمتلك هذا المكان الصحيح، وهو مكانها وهو مكانها وهو موقعها الصحيح. هيبة هيبة في مقدمة الشوط، حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هلين الغفراري المركز الثاني. أشوف شيء خطير يا أخواننا، أشوف شيء خطير، أشوف شعار بن حباب، بن حباب قادم، بن حباب، وهذه الغزيل راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. وفي المركز الثالث دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير. انطلقوا يا مضمرون، انطلقوا يا موجهون نحو الفوز، انطلقوا نحو الانتصار، انطلقوا غادروا إلى الفوز. من يريد الشوط؟ من يريد الفوز؟ فلينطلق هناك، فلينطلق إلى المنصة، فليكون أول الواصلين. وهي هيبة هيبة، قلنا لكم هيبة، قلنا لكم الشوط محسوم مع هيبة، قلنا لكم الشوط مع هيبة، قلنا لكم صاحبة إنجازات، قلنا لكم لا تعرفوا طريقا للهزيمة. وطعم الهزيمة مر وطعم السبق حلو، وهذه هيبة إلى الآن هي الأقرب إلى الفوز، إلى الآن هي الأقرب إلى الناموس. هل ستختتم هذا الموسم بالنقطة 11 في هذا الموسم في رصيدها من السبقات؟ الزعفران على رأسها، هيبة لها الهيبة، هيبة لها الهيبة، لها الكيان، لها التقدير، لها الاحترام بإنجازاتها الكبيرة. هيبة للسيد حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. سلام يا بن هليل، سلام، سلام يا الغفراني، سلام، سلام يا هيبة، سلام، سلام يا الشحانية، سلام. هيبة لا تعرف طريق الهزيمة، وإلى شقائه وإخوانه محمد وفرج وناصر بن هليل الغفراني، سلام يا الغفراني، سلام في صباح هذا اليوم. وهيبة صاحبة الإنجازات، لا تعرف إلا الفوز والناموس. المركز الثاني، هذه غزوة لمحمد بن عايض بن جابر بن فرج. المركز الثالث الغزيل لراشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري. المركز الرابع وصلت ندى لأحمد بن محمد بن فهد الخاطر. المركز الخامس وصلت زعزع لعبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل الغفراري. تهارينا والناموس لمالكي هيبة حسين بن عبد الهادي بن هلير الغفراني على هذا الفوز. وهذه هيبة لها الهيبة، وقلنا لكم الشوط يكون محسوما بتواجد هيبة دائما وابدا. هذه هيبة بدأت الموسم بفوز وانهت الموسم بفوز، ولها المقياض الجميل. هذه هيبة 13 دقيقة 34 ثانية 24 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك هيبة. المركز الثاني غزوة للسيد محمد بن عايض بن جابر المري 13 دقيقة 35 ثانية جزئين من الثانية. المركز الثالث، من وصلت في المركز الثالث هي الغزيل للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري 13 دقيقة 38 ثانية 71 جزءا من الثانية.